دخلوا في الفلوق راه ينفني بالليل. لا متخلص هذا. ها وا الشعب الخضراء، كنتمنى كامل تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في هذا الفلوق جديد ان شاء الله. كما كتعرفوا اليوم ان شاء الله كاينه مقابله ديال فريق الرجاء البيضاوي وشباب قصبة التادلة. قبل كل شيء بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي وكاع لي الميساجات الزوينين اللي كيوصلوني لا في انستغرام لا في فيسبوك. شكرا لكم بزاف. اليوم غتعيشوا معنا كما قلت لكم الاجواء ديال المقابله كاس العرش. الدراري راه كما كتشوفوا عمره جاو عندي، غنوريكم واحد بالواحد. جاو عندي الدراري ديال المحمديه، غادي نمشيو نخرجوا ان شاء الله، غادي نقصدوا مدينه مني ملال اللي غيكون فيها المقابله. غنوريكم الطريق، غادي نعيشوا كاع الاجواء اللي غتشوفوه معايا اليوم. مرحبا بكم وكملوا الفيديو حتى الاخر. انا دابا يلاه غادي نديروا الديبار دابا جوج وربع، جوج وربع ديال المكانه. الماتش كاين مع العشرة، غنحاولوا نوصلوا تماك. تيتسنانا واحد السيد اللي غنوريه لكم حتى هو. غادي نديروا فطور جماعي مع الدراري اللي غيكونوا مجموعين تماك عند السي حميد اللي غتشوفوا معايا السي هذا راه غني على التعري، هذا راه من تركيا ديما. والسي عثمان، السي عثمان الغزال ها هو عثمان، راه جاي عندي بارازار تلقيت راسي لابس بحالي بحاله. الله يحفظك، ما شاء الله مزيان هاني. الله يعزك. ومعنا هاد الدري غني على التعريف ريان اخويا الغزال، تحياتي. هذا هو اللي غيتهلا فينا اليوم ضروري. والسي الحنفي الحنفي راه اليوم غيعيش معنا الاجواء والطقوس ديال التيران. المهم الاخوان دابا غنديروا الديبار. الله يوصلنا على خير وكملوا الفيديو ان شاء الله. تندور وخ ما تبعون وفات باب الخضرة الغالية، واش ندير وربي كبير، سمحيني يا ما وبقايا هانية، وليك مهبول رايح مسطور، والعيشة في المارك ما هي ساوية، قريب لايكون سطلع ولهون، دعاويك يا الزينة هي اللي مكالية، رايح جوين ماشي نورمال، حرباشة والطاسة حاجة باينة، مستقبل راح هذا هو الحال، مازال إسبوار باقا كاينة، وشحال جري خرجة مع العشرة نراها زاهية، عرفت ندود بتنفسي لون، والراجة في قلبي توجر باقية، كيجي الويكاند يما تغبان، على بالها ولدها رايح مريسكي، تدعي لله سامي يرجع. خضرة بلايا غير سمحي لي ميمتي، سنين وشحال رايح فرحان، حنانة في البيت ماهي نايمة، تبكي وتسال سمعوها الجيران، تشكي لدي بلاصمو ماهي دايمة، بغينا الحلال ديرو حالنا، نديرو لافينير ونعيشو بخير، مارياج ان شاء الله في اطلنطا، ربي سهل على كل مسلم، والغربة في قلبي جمرة كاوية، ان شاء الله نصدق وننسى الهم، قاوريا نجيبها كل جمرة ضاوية، يعاني ما نبري غادي، هذا هو حال الرجاوي ساكي في كتاب. والله الدراري المهم حنا دابا وصلنا لمدينه خريبكا، دخلنا للستاسيون باش نحاولوا نقضيو الاغراض ديالنا هنا في حاجه في الطواليط، نتوضا ونصليو. كما كتشوفوا كاين الجامع هنا الدراري،
غندخلو نصليو العصر، دابا الربعة ونص، ما بقى لينا والو، نوصلو مدينة بني ملال. غيستقبلنا واحد الأخ كما قلت لكم اللي هو حميد البطال، غني على التعريف السيد هذا، الله يعمرها دارك، وقف مع جمهور ديال الرجاء، راه اللي الدراري اللي يسمعوا سميتو راه غيعرفوا، راهي راه تابعني كصحابي، ما عرفني غادي. غيستقبلنا، غيوجد لنا الفطور، وغادي ندوزو مع هذيك الوقيته ديال الفطور ان شاء الله، وغادي نتجمعوا وغنصليو مجموعين، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو للستاد مباشره باش نشجعوا الرجاء. المهم الدراري، بغيت مره اخرى نشكركم بزاف على الدعم ديالكم ولي ميساج، بخصوص الى لحقتي الصوره وانا في الطريق دابا بحال هكا، الدراري ولاد بني ملال كبروا بيا تما، شكرا بزاف. تحيه لكم كاملين الدراري، وخليكم على خير. قلبي بريفي يبغيك ديما، مزدوك بلومبرات وبالشيما، من بين بزاف يحبك ليما، هادي الرجاء وكبير القيمة، هادي الرجاء وكبير القيمة. بعدوني عليك جامي، تيا الامور انتي غرامي، تيا سجيتي ما في كلامي، تيا الرجاء العالمي، تيا الرجاء العالمي، تيا الجمهور راس في دادي ما وراها، ما يخلعنا لأداها، ما يخلعنا لأداها. يا لي جوار بونكوراج، لعبوا بالنفس دربا لونكاج، زوروا الفيلي الدراري. كما تشوفوا راه وصلنا لبني ملال، كما وريتكم الزناقي ديالها، الدخله ديالها، مدينه اللي نقيه بزاف. الدراري عثمان، كيف جاتك هذه المدينه خويا؟ الله دخلنا لها دابا، تبان مزيانه خويا، لحد الساعه حنا باقيين في الطوموبيل كتبان لنا مزيانه هذه المدينه. خويا سيمو زوينه خويا، الدخله بعدا باينه تبارك الله، وكنتمناو خويا نرجعوا فرحانين كما قلت لكم. ودابا تلاقاو مع السيد اللي قلت لكم حميد البطار، الله صيفط لنا لوكاليزاسيون ديال البلاصه اللي كاين فيها هو، غادي نمشيو عنده مباشره باش نشوفوا شنو غيدير، واش غنفطروا في الدار ولا غنريحوا في شي قهوه، ما عرفناش بالضبط. غتعيشوا معنا كل شيء الدراري. الحنافي كيسلم عليكم. تكلم الحنافي، الحنافي حميد، شكرا بزاف اخويا على حسن الاستقبال. مرحبا بك، الله يكبر بك اودي حميد. المدينه عندكم زوينه تبارك الله، زين ايامك، ما طلعتوش العين فين؟ باقي حنا اللي وصلنا اخويا حميد. شوف راه ما كاينش الوقت، بغيتو تطلعوا العين فين خصكم دابا تمشيو؟ لا لا، خصنا نوجدوا الفطور بعدا. اش دير لنا في الفطور؟ ما داير لكم حتى شي حاجه. انا قال لهم اخويا راه وجد لنا الفطور السيد البوفي. مرحبا. لا لا، يخطيك خويا حميد، الله يخطيك. اخوان كما شفتوا راه وصلنا لبديش مدينه ملال، استقبلنا حميد كما شفتوا، اجواء لحد الساعه غدا على ما يرام. حميد مسكين كيجري او كما كتشوفوا، يعطينا الوراق لا ماشي كيشري الوراق، ماشي كيبيع الوراق، بالعكس زاد علينا 20 درهم. لا لا لا، شوف حقيقه قطع لحد الساعه مقطع 76 صويره ورقه، 76 ورقه يعني 76000 ريال. يلا يلا 76000 ريال اللي ما جاوش، يلا جاو 20. لا ما كملاش 14 بقاو لي الباقيه، بقات لي والله الا تراجعوي ترجليت. الحمد لله، الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. شوف انا راني ناخذ كريدي هنا انا. المهم ومعايا واحد الصديق اخر بو مصطفى، احسن صديق في الحياه. الله يعليكم مصطفى، حياتي الله يبارك فيك، صحيحه مبروك الشهر، الله يبارك فيك، الله يعزك مصطفى، احسن الناس، راه الناس كيعرفوا نرد الناس مزيان. اخويا مصطفى عمر بخير، المدينه كي جاتك المدينه دابا؟ الساعه مزيانه، نقيه مزيانه، الفطور كي غديروا فيه؟
هاد المغرب يريحوا في القهوه مع الجيران مزيان خويا. حنا غادي نمشيو عند حميد للدار باش نديرو فطور مغرب. وينك تمشي معنا وكنت معاك الدراري ثقفتي. الله يحفظك ابو مصطفى، تحياتي اخويا مصطفى. المهم كما قلت لكم الدراري دابا ان شاء الله غادي ناخذوا الفطور ديالنا. حميد برزط عيطاني السيروت ديال الدار، غادي نمشيو نريحوا فيها، غنحاولوا نحطوا الفطور ديالنا تماك ونجمعوا مع الدراري اللي جينا معاهم، وكاينه واحد كليكه اخرى غنريحوا معاها، غنبقاو تماك تانستالا ونصليو المغرب ديالنا في الدار ونخرجوا من تماك نمشيو للستاد مباشره باش نتفرجوا في الماتش. داري الاجواء لهاد الساعه كتكون غادي في الشارع كتلاقى مع الدراري رجويين. كنتمنى ان شاء الله المره اخرى باش الرجاء تربح ونرجعوا فرحانين. وشكرا شكرا بزاف لخويا حميد البطال اللي كبر بينا في هاد المدينه لحد الساعه، وخليناكم على المهم الدراري. مشينا باش نجمعوا الفطور ديالنا كما كتشوفوا هاد الرجاء مين دي خمسه من هنا باش كيتكلف. بغينا نديروا شي مائده تكون بعقله. وسي حميد ديرها، حميد ديرها كيتشي علينا. حميد خذ شباك خذ شباك. لا 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 كنا باقي عندي جروب اخر الله يخليهم ياك. وخصك توجه قول لهم شوف باش غتفطروا دابا انتم ان شاء الله. لا بغيت تسرعوها قدام هاد الناس هذا بالاربي شي هذاك عارف فيك الزين. تجيو السبت باش تفوجوا ونفرجوا في رجاء الحد. على مولاه تجيو السبت ان شاء الله الدار تباتوا والحد ان شاء الله تفرجوا في بني ملال مع الراجل. الله يكبر حيت غنتاهلوا اليوم ان شاء الله. دخلوا في الفلوق رايان بني ملال. ايوا الدراري كما قلت لكم راه خدينا الفطور ديالنا. راه حميد مسكين راه اللي عليه راه ماشي كنقولها في وجهه. لا عنده ناس باش جمع عنده ناس اخرين في الدار الاخرى. حنا قلنا ليه شوف سير تكلف هذوك حنعطينا عاد الدار ديال الوالده نشموا ريحه الوالده الله يرحمها. والله العظيم عطانا السيروج على غنبقاو حنا الدراري خمسه الناس غنبقاو مجموعين في الدار نرتاحوا على خاطرنا نفطروا نصليو نجمعوا مع الدراري نضحكوا شويه ونبدلوا حوايجنا حيت نجيب معايا باش نبدا ان شاء الله. ومن تما لا الدراري الدار ديال الام ديال حميد عزيزه عليا بزاف. الدراري شو عنديش سير فوق اسير فوق اسير فوق سير 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 باش فيديو هاين كيف رطا علي علي جيناكم جينا يا بسم الله يا بسم الله بسم الله نفس الشيء. طقوس ديال الوالده الله يرحمها ديالو. بغا يستمتع يطلع للسطح يشوف الجبال يشوف كل شيء. غنمشيو غنعيش في المناظر. سير 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 مع خالي حميد سير. سير با حميد سير الله يكثر خيرك. سير قدامهم غتشوفوا معنا كل شيء الدراري من ا حتى زد. احنا دخلنا دابا للدار ديال حميد. راه الدار هذه بحال الزاويه. سير سير بحال كي نجيو نشوفو الطقوس سير راه حق يا بسم الله لا خاصكم تجيو واحد القصر واحد الشاطو تيبان لكم القصر فينا راه راه سير ها ها هذا كل اللي يطلع لها هي السردون هاي السردون بعيد على هنا لا شو لا بعيد اش راه هي هذيك في هذاك القصر تخرج على مشميشه شويه صافي ها ها البوطه ها 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 تشعل سيدي ها تدخلنا الكوزينه كاع غنستعمروا البرينيت البريد صافي شوف حميد اللي خطيك علينا تفضل سير اخويا ان شاء الله في راسك الله يحفظك تبارك الله لو تخاف بلاش متخرجش هاك تشغلتيه هاك طلع هذا هاك طلع هذا كانت طيحه في الطوش. يلا سير بيه ياش شنو هو سير شنو هو سير انا جابك يا سير عندك تعكر ونقوبل فطور. الدراري بغاو ادنى ورا ادنى اخويا كتشيخ مبغاش يعطيني الموس هاد الحاجة. هادي كيتسمعات. اش
تمام صحتك اخويا صحه وراحه صح سيمو صحتك اخويا زين رايام صحه شوف الله يجزاكي مول الهريره الله يجزاكي شوف الدراري الحنافره صحه سيري صحه هاتك هو بصحتكم الدراري مو فطور من الليل ربحنا في الدار مجموعين شكرا بزاف حميد البطال مره اخرى وشكرا الدراري هادو اللي معايا راه طلعنا نفطر بشي بلا ما نقول لكم بصحة اخوان كما شفتوا فطرنا الحمد لله وصلينا التراويح وصلينا العشاء ديالنا لبسنا بدنا عاوتاني حوجنا وقصدنا التيران المهم ها هو رايان معايا والدراري كما كتشوفوها مقدامي المهم حنا غادي دابا الدراري باش ندخلوا ديريكت للسطاد كما شفتوا فتنا دابا الفاياج الاول غادي ندخلوا عاوتاني للداخل باش نشوفوا شو واقع التيران جا علام جا فواحد البلاصه سير اخويا سير بيه نزل تشاد لا العميم شكرا بزاف على حسن الاستضافه مرحبا بكم خويا سيمو الله يكبر بك مرحبا المهم كما تقطع قبيله الدراري الفيديو بغيت نقول لكم باللي كانوا واحد شويه المشاكل حدا الباب امور الحمد لله دابا راه بخير دخلنا للتيران ها هو التيران راه ورايا ما بقى لينا لا تقلاب لا والو غادي ندخلوا ان شاء الله غادي نشدوا البلاصه ديالنا ونحاولوا نشدوا لكم الملعب من بالكاميرا اللورانيه بقاو معايا الدراري تنشوفوا هذا الماتش كي غيدوز ان شاء الله التيرانات اللي قدرنا اللي مشيت ليهم لحد الساعه وما هادو ما يمكنش دخلنا ماشي دخلنا بواحد الصعوبه دخلنا لواحد البلاصه عطاونا لينا جلسوا فيها لقينا راسنا حنايا مريحين مع جمهور ديال بني ملال جمهور ديال بني ملال صراحه ضريف الله يعمر دار ولكن حنايا عزيز علينا لومبيونس وبغينا ننشطوا وبغينا نخلقوها ما يمكنش لك ماشي ما يمكنش انتوما ثلاثه الناس ولا خمسه غادي تبدا تغني وسط منهم هما عندهم مشكل مع الجمهور ديال التيادلا كتسمع السبان والمعيور بيناتهم واللي شي حتى مفرج في ماتش ولاو ثلاثه الماتشات لحد الساعه الماتش غادي شويه معقد لا ما بين الكره ديالهم وما بين الجمهور لحد الساعه راه بدلنا الكوان كنا مريحين في ورا البوطو غندخلوا الوسط دابا غنشوفوا الاجواء شي كي دايره معايا خويا احمد كيشاك اخويا البريمير ميطا كيفاش اخويا اللي بغيت نقولوا اللعابه الله يهديكم علينا وصافي راه في ملعب ترى غنجاوبهم ان شاء الله الجمهور كاين شي مشكل بيناتهم ماشي بني ملال مع الجمهور ديال تادلا كاين شي مشاكل بيناتهم شي مناوشات وان شاء الله كنبقاو الجماهير المغربيه عامه والله يسخر وان شاء الله الفيكتوار اليوم ان شاء الله خويا احمد الله يخليك المهم كما سمعتوا لحد الساعه الامور بخير غير هي هذا الشيء اللي عشناه دابا ديال انك تكون انت كتمثل واحد الجمهور انت جمهور ديال واحد الفرقه كتلقى راسك مريح مع جمهور ديال فرقه اخرى هذه ما تقبلتيهاش انايا المهم عشنا هذيك البرومير ميطا كما قلت لكم تماك دابا غنعيشوا الدوزيام ميطا هنايا وغادي نشوفوا الاجواء كي غادي تدوز وغنصوروا لكم حاجه بحال هكا المهم الدراري كياخذوا دابا تصاور مع ريان خالقينا والعشيه علاش نقول انت ماشي مش كتشجعش من الفرقه تشجع الرجاء بني ملال يا ربي
يا رب دراري ما يمكنش دوزنا واحد الماتش اللي مريض بزاف لا في الدخله لا في التيران. تخيل ليا كما قلت لكم ريحنا مع الناس اللي كيشجعوا الفرقه ديال ما فهمتش انا. المهم اجواء كانت عيانه بزاف ما عجبتنيش الديبلاسمون في صداع الراس المشاكل بزاف مضاربات بزاف ولينا كنشجعوا ثلاثه الفرق راه ما يمكنش ما فهمتش انايا ما عرفتش شكون اللي لاعب اليوم الراجل كملوا علينا حتى هما ناشفين بحال ما عمرهم ما فهمتش الكره كيشدوها في الزع منا حنايا السيل ديالنا لك. المهم الاخوان دابا راه خرجنا دابا باش نتصحوا واحد المحلابه عاد غنشدوا الطريق داري عيانين تليفون كان طفالي يلاه كيشارجي شو دابا باش نحبس هنا الفلوغ. المهم الاخوان تهلاو ليا في راسكم بزاف حتى ديبلاسمون ما جا ولا الماتش الجاي تهلاو الاخوان.